الله بيجي قرب شوية. هاور، ما شفتكش من زمان، ازاي بيجي؟ هو بس زعلان النهاردة عشان مفتقد قرايبه. كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، أصحاب البيت اضطروا لتغيير موقع البيت لأسباب تجارية، ورحنا الفيستا عشان نعرف وضعنا الحالي. آسف جدا، الملاك في نيويورك ممكن فعلا ما يبقاش عندهم قلب. لما خرجوني من مكاني سابوا صراح كل طيوري، واللي لقاني هي بيجي. كنت بدور في كل مكان عن الباقي، بس رجلي المتعورة. انت عارف انا ببقى هنا، ايه رأيك لو انا راقبتهم؟ هتعمل كده؟ اوه شكرا فعلا، لو كنت سعيد الحظ ابقى طمني عليك. يا جيف، مبروك حفلة النهاردة. هكون مبسوط لما يخلص. معطورة فيها شياطين بسلاح ما بتخوفنيش قد الكلام قدام جمهور، بس أنا بتكلم عن حاجة تانية. إيه الأخبار؟ جات لي معلومات إن الشياطين رايحين على وسط المدينة عند موقع فسك. مراتي هتقتلني لو ما روحتش تجهيزات حفلة لعبة عسكر وحرامية، بس أعتقد إن جاري الطيب عايز يعرف. مفهوم، هعدي عليك أعرفك اكتشفت إيه. هي أديك نصيحة للكلام قدام الجمهور، تخيلهم بملابسهم الداخلية. استنى، بلاش أصبر، ولا أقولك مش مهم. رسالة تانية من الدكتور. بيتر، مش عاوز أكون متشائم، بس الرئيس اللي بشتغل معاه مش بس هيرجع لنا المشروع ويكمله، ده هيعمل فيه توسعات كبيرة جدا. كل شيء وله سبب، حتى تخلي نورمان عنا. أتمنى فعلا ده ينجح، شغل الدكتور مهم جدا ولازم يخلص. واحدة من حمام هاوس. يلا، هو سريع. مفيش أحسن من استغلالي لمهاراتي. آسف، معلش. يا هاورد، أظن إني لقيت واحد من قرايب بيجي في حتة. كده رمادي غامق، يمكن ساب بقع على بدلتي. كلارنس، الراجل شرير بس وسيم. طبطب على راسه ووجهه ناحية فيست، هيلاقي طريقه. مفيش مشكلة، هعمل نفس الحاجة لو شفت أي حد.
We got this, Spider-Man. Thanks anyway. تم تحديد الحمامة كهدف. هلا رايحة هناك. حمامة أتهربيش بقى أرجوكي دي مسؤوليتي إني أمسك الحمامة دي تم تحديد الحمامة كهدف. هلا رايحة هناك. إنما يتصدر نشرة الأخبار. صراع آخر بين سبايدر مان والشياطين المقنعين بيهدد حياة شعب نيويورك. أتفهم أن المتصل التالي بيعيش في المنطقة. أنت مع جاي جونا جيمسون. طيب. كل الأمر أن اللي حصل كان في ترسانة بحرية مقفولة من سنين وما كانش في أي خطر على الأبرياء. أوه هو ده رأيك المتخصص. طيب خليني أقول لك اللي اتعلمته من مصادري اللي طورتها في مسيرتي الصحفية الناجحة. الترسانة البحرية دي كانت وجهة لويلسون فيسك. بيهرب بيها سلاح وقنابل وأدوات عسكرية خطيرة. أوه ده بيوضح كتير. هي الحقيقة بتظلم. بس استنى، ادي 50 مليون طن حقيقة في الوقت اللي سبايدر مان كان بيصنع مجد خاص بيه وهو بيطرد عربية واحدة عربية تانية هربت بأسلحة خطيرة وغير قانونية. على الرغم من كل أخطاء فيسك إلا إنه ما كانش هيسمح باستخدامها في مدينته، لكن الشياطين دول يا إما هم جماعة متعصبة أو هم أصلا مش مهتمين. الكل حاسس بالخطر بقى دلوقتي. سبايدر مان، الدور اللي فوق اتنقل. روزا راحت البيت عشان تنضم لاخواتها. سعيد بمساعدتك. تا
تعرف الرجالة دول كويس ها؟ أنا جاي خلاص. ساندرا كانت على علاقة أفضل بيهم. ساندرا؟ مراتي. قول لساندرا إنها لازم تلاقي تور كويس. طبعاً أكيد يا سبايدر مان. شكراً مرة تانية. وأرجوك خلي بالك. الشياطين بقوا أسوأ من فيسك نفسه. طيب يا أولاد العبوا بالراحة وإلا هاخد منكم ألعابكم المخترقة للدروع. وصلوا لإيه؟ مفيش زي التهديد المقنع للتوحيد بين الناس. Hey, we don't need you here right now, right? تم تحديد الحمامة كهدف. هلا رايحة هناك.
تم تحديد الحمامة كهدف. ابتدت تهرب. الحمامة دي عارفة المدينة أكتر مني. طيب عشرة ثلاثين يرجى الحذر، مسلحين يهاجمون مدرعة. الضباط المتاحين يتجهون لبراينت، حول. في طرق أسهل للم الفلوس يا جماعة، ومش مدمرة قوي للمجتمع. واحدة من حمام هاور. يلا هو سريع. بحب الأسامي دي. هي ساندرا مبسوطة برجوعهم؟ تمام، ما بقتش معانا. السرطان زي ما انت عارف. هاورد، أنا آسف جداً.
أوه، تمام، الحياة نعيشها لا نتحسر عليها. دي كانت أول حاجة قلتها لي بعد الكشف، لازم أفضل فاكر ده على طول. ممكن تكمل لو سمحت؟ لازم نلاقي باقي الطيور. شكراً سبايدر مان. عشرة 30، مسلحين بهجموا عربية مدرعة. أي ضباط قريبين من فاير هاوس؟ يورجن رد. يلا، هو سريع. ترى الحمام بياكل العناكب؟ حمامة هاورد هلا رايحة هناك. علشان انا لو كنت قلت لي وانا عندي 12 سنة ان شوية مقنعين هيحاولوا يفجروني، صدق كنت هتحمس قوي للموضوع.
الحمامة ابتدت تهرب. استني، اتمنى لو بتكلم لغة الحمام. نيويورك بقى قديم. مش بيبطلوا، بيحاولوا يوصلوا لإيه؟ انظر للحمام وبدأت المطاردة.
كمان مش مصدق فعلا جمع شمل العيلة كلها. مش مشكلة يا هاورد، الطيور دي محظوظة انها لقيتك. بحاول، ساندرا كانت معاهم افضل دايما، هم طيورها فعلا. ودلوقتي طالما مشيت هم بتوعك. كانت حاسة انهم جزء من حياتها، تعرف ده؟ انا متأكد، انت راجل كويس يا هاورد. لو عايز تيجي في اي يوم نقابل العيلة زي ما تحب، كلارنس بيقول انه مفتقدك. شكرا مرة تانية يا سبايدر مان.